سفينة أكسوردس التي احتجزتها بريطانيا حين كانت بطريقها من فرنسا إلى فلسطين مع عشرات العاربين اليهود من الحكم النازي تعود مرة أخرى مع 300 مهاجر فرنسي يهودي وتصب حملها في ميناء حيفا. نحن كان كدي لومار حيفا يا بيت שלכם, نحن רוצים לחבק אתכם, יש לנו המון מה להציע לכם, ולא רק יופי פיזי, גם יופי אנושי, כדאי להגיע לכאן, בואו בהמניכם, אני מחבק ומברך את המשפחות בעלייה הזאת שהחליטו להשתקע בחיפה. هذه السفينة هي أحد الأمال الكبيرة للشعب اليهودي من أجل بناء دولة إسرائيل التي لم تكن موجودة حين قدوم سفينة أكسوردس الأولى. And few Jewish people from all over the world that decided to come here to build the Jewish state here. It was so tough, it was so hard. They were fighting for their survival and they arrived here and they built the state of Israel. شعور المسافرون الجدد على متن أكسوردس يترنح بين البهجة والعناء, بهجة القدوم إلى إسرائيل والطموح ببناء دولة إسرائيل مستقلة والعناء الذين عانوه خلال السفر بالأخص في الفترة الأصعب على العالم في الحكم النازي.